بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وياكم علي قاسم من قناة انتقامي Ethical Hacking Tutorial. اليوم عندي شرح، هو الدرس الثاني من دورة تعلم لغة البايثون، بس طبعا باستخدام جميع الأنظمة، بس أنا أستخدم نظام الكالي لينكس اللي هو الأفضل. بالدرس الأول شرحنا النبذة التعريفية عن البايثون وشلون نحملها، ويعني تهيئة بيئة العمل، يعني يا محرر نستخدمه والطرق، لأن كل شرحتين تقدرون تراجعون الدرس الأول. أنا راح أشتغل على فيجوال ستوديو كود. بالبداية طبعا اليوم يعني كان ذاك الدرس الأول اللي هو نبذة تعريفية، هذا الدرس إن شاء الله يعتبر هو رقم واحد من الأساسيات البايثون، اللي هو أسلوب الكتابة، يعني السينتاكس، شلون مثلا راح نكتب كود بلغة البايثون. نبدأ، راح أدخل على التيرمينال، بس أكون ملف ديسكتوب، راح أخليه على الديسكتوب. نسوي فولدر مكدير، مثلا نسميه بايثون. سوينا مجلد، هذا مثل ما جاي تشوفون، هذا اسمه بايثون. داخل المجلد نكتب cd بايثون، مثل ما جاي تشوفون فارغ. راح ننشئ اول ملف انه او اول سكريبت، نكتب نانو مثلا، نسوي نكتب مثلا، نعطيها اسم مثلا تيست 1.py، نضغط كنترول اكس، بس دقيقة خليها أكون الملف. طبعا بأنظمة لينكس هذا أول سطر، أول سطر هذا أول لاين أنت مجبور أن تكتبه على مود المترجم، لأن هو بأنظمة لينكس افتراضيا المترجم مال البايثون، ملف البايثون مشغل لغة البايثون اللي هو بهذا المسار اللي هو يوزر بن بايثون. هاي بالنسبة إذا تريد تبرمج بايثون فيرجن 2، بينما إذا تريد تبرمج بايثون فيرجن 3 بس هاي الضيفة، تكتب يوزر، طبعا الهاشتاج شباك، هاي علامة التعجب، سلاش يوزر سلاش بن سلاش بايثون 3. احنا راح نبدي، راح ان شاء الله ننوع بالبرمجة، بس راح اعطيكم يعني ذكرتها لكم انه فيرجن 3 وفيرجن 2 ما تحتاج تكتبها. فنضغط هسه كنترول اكس واي، مثل ما جاي تشوفون هذا تكون لنا الملف. راح اغلق التيرمينال، نرجع على فيجوال ستوديو كود، نضغط على الفايل اوبن، نروح على الديسكتوب، ندخل على المجلد مالتنا، نضغط ضغطة واحدة ونضغط اوبن على المجلد على الملف اللي سويناه. العفو، هذا اول سطر، قلت لكم دائما انه تستخدم هذا، انت مجبور انه تكتب هذا اول لاين. يعني انا ذكرت لكم انه هذا درسنا اللي هو السينتاكس، يعني اسلوب الكتابة شلون نكتب. هسا اول فقرة نحكي بيها، او العفو ثاني فقرة بعد ما كملنا هاي اول فقرة، قلت لكم يعني تلقائيا يعني انتم بعد من تريد تبرمج باستخدام مثلا نظام اللينكس، انه تكتب هذا الهاشتاج شباك والعلامة التعجب وهذا المسار،
نجي إلى بعض التعاريف. عندنا الكيس sensitivity، هذا إيش نقصد به؟ إن لغة البايثون تختلف عن اللغات الأخرى بشغلة، بعدد من الشغلات. واحدة من هاي الشغلات إن هي تميز بين الأحرف الكبيرة والصغيرة. شلون يعني؟ يعني مثلا هسه أنا مثلا من أريد أكتب مثلا هذا مثلا ديف، بعدين هاي راح نشرحها إن شاء الله بالدروس. هذا الديف يعني شنو؟ يعني تعني دالة، يعني دالة مثلا ديف مثلا ستارت، بعدين هسه راح اشرح لكم اياها. هاي هنا نكتب مثلا مجموعة اوامر، اكثر من اوامر مثلا هيجي، وبعدين هاي الدالة راح نستخدمها بس نذكر اسمها، هذا اسم الدالة. العفو. فأنا اللي أقصد به أنه هذا مثلا هاي الدالة اللي هي الدالة يرمز إلها بالاسم def. فأنا ما يصير أنه أكتب الdef بهذا الشكل. الفرق شنو؟ أن def فرق هاي الdef عن هاي، بس خلي اكبر لكم. العفو. خلي اكبر حتى يوضح لكم. هاي الديف اختلافه انه هو هاي بدايتها انه كابيتال، فكابيتال ما يصير وما راح يتعرف عليها مترجم لغة بايثون. بقية اللغات مثلا HTML او الباتش سكريبت اللي هي مختصة بأنظمة ويندوز وليس الباش سكريبت المختصة بأنظمة اللينكس. فبالباش بالباتش سكريبت مال أنظمة ويندوز فعادي يعني انه تكتب مثلا حرف صغير حرف كبير حرف يعني اي شيء، بس بلغة بايثون انت مجبور ان تكتب حسب السينتاكس المنطقية المترجم واللي هي من اساسيات اللغة. مثلا قواعد اللغة شو تقول؟ انه اسم الدالة مثلا يكتب بهذا الشكل ديف، مثل ما شفتوا هذا المحرر اللي هو فيجوال ستوديو كود يتنزل له مثلا هذا اصدار ذني اصدارات البايثون. فانت راح يساعدك، هذا يساعدك مساعدة كبيرة جدا. بس مجرد ما تكتب مثلا أول حرف مثلا ديف، شوف طلع لك هاي الاقتراحات. المهم موضوعنا إنه لغة البايثون إنه تميز ومدققة كلش، تدقق كلش وحساسة كلش بشغلة الأحرف، يعني من تريد تكتب. مثال آخر أنا سبق وقلت لكم إن هذا الديف مثلا ستارت مثل ما شفتوا هنا تعرف، شوف واخذ هاي السانتاكس. هذا تلقائيا اذا تلاحظون انتبه لي، تلقائيا بعد ما كملت من انا اريد اسوي دالة، بعدين راح نشرح شنو يعني معنى الدالة. شوف كتبت ديف ستارت اللي هو اسم الدالة، وبعدها قوسيا بعدها قوسيا وبعدها نقطتين شارحة. هاي تلقائيا ما بعد ما راح اضغط انتر لاحظ الثاني تاب، ما بدال من انا من راس السطر، لا اخذ تاب اللي هي مسافة اربع كولوم، هاي المسافة. فانا هنا تبين لي ان شغله صحيح. لاحظوا انا على مود تفهمون لان انا جاي اشرح للمستوى المبتدئ. مثل ما جاي تلاحظون انا هسه خليت هذا اسم الدالة خطأ، وهي الدالة خطأ لان انا خليته كابيتال. شاهد الفرق من راح اضغط انتر، شفتوا انه بدال من بداية راس السطر، وهذا الكولوم كولوم واحد. لاحظ عندما راح
الطي الاسم صحيح انه هو الدف، والحرف بداية الدف انه هي سمول. لاحظ من راح اضغط انتر راح يعطيني تاب مباشرة، فهذا يعطيك دليل انه انت شغلك صح. الشغلة الثانية اللي هي من السينتاكس، مثلا اسم الكلاس دائما يبدأ اسم الكلاس بحرف كبير، الاسم هذا كلاس انت كتبته وعرفته، بس ما يصير ان تكتب مثلا first class python مثلا. لغتين شرح، هذا انت مجبور ان تكتب الحرف كابيتال اللي هو first اسم الكلاس، العفو الكلاس يبدأ بحرف كابيتال. هذا واحدة من هاي الشغلات اللي جاي نشرحها من السينتاكس. بعد شغلة اسم المتغير اللي هو الفاريبل المتغير هو انت مثلا تاخذ اسم، مثلا خلينا نقول مثلا النيم، بعد ما تكتبي هاي الايكوال اللي يساوي راح تنطيه قيمة، اما تستخدم الكوتيشن اللي هي وحدة، اما تستخدم اللي هو الدبل كوتيشن. فهسه مثلا النيم علي، هذا ايش يعني؟ نيم ايكوال علي هاي القيمة. انت هذا المتغير اللي هو النيم يحمل قيمة علي، فاني بالسكريبت مالتك وين ما مثلا بالبرنت مثلا النيم، لاحظ من عندما حددت اسم النيم لاحظ ظهر هنا مثل التأشير على ان هذا الاسم، هذا انه هو تعرفه بشكل عام ان هذا الفاريبل انه هو يحمل هاي القيمة اللي هي علي، انه يحجزها، انه تحجز هاي القيمة مال علي ان تحجزها بهذا المتغير اللي هو النيم. راح اضغط كنترول اكس كنترول اس ونشغل الملف، راح تشوف انه راح يطبع العفو. لاحظ حساس جدا بهاي الشغلة، راح ارجع هنا شوية. العفو. المهم نرجع، انا شرحت لكم اسم الدالة. ناخذ التعليقات شنو؟ مثلا انا هسه برمج السكريبت، مثلا خلينا نقول هذا السكريبت، مثلا اريد اوضح شغلة للمبرمج الثاني او للي راح يفتح السكريبت ويريد يقرأ، فانا شريد اسوي على مود مثلا احجز هذا القيمة، مثلا خلي اكتب مثلا برنت مثلا او اس، اي شيء تكتب اي شيء، لا انه هذا ما راح يتعرف عليه المترجم انه يعتبره كلام فارغ، بس شنو هو موجود داخل السكريبت. ليه شلون نخلي هذا تعليق؟ يعني هو صح موجود داخل السكريبت وماخذ لاين وماخذ حجم من حجم الملف حجم الأداة، بس هو ما راح يقرأ المترجم. ايش نستخدم؟ نستخدم اللي هو الهاشتاج، علامة الهاشتاج
اللي هذا الشباك. بعد شغلة، فإذا تلاحظ هذا مثلا من راح نشغل الأداة، شغل السكريبت ما راح يقرأ. العفو، هنا شوي عندي مشكلة. يا ستاندر الآن خلصنا من التعليق. شلون نكتب أكثر من أمر بنفس السطر؟ أنا كل هذا اللي جاي أشرحه تجهيزي للدرس الثاني، اللي هو كتابة أول ملف أو أول سكريبت بالبايثون، باستخدام البايثون. أنا جاي أجهزك حتى تكتب أول ملف بلغة البايثون، على مود إن شاء الله غدا أو بعد غد إن شاء الله، إذا الله بقانا ووفقنا، إنه راح يكون درسنا هو كتابة أول ملف، على مود من راح مثلا نستخدم مثلا البرنت أو نستخدم الديف أو غير شغلة. فأنت ما راح تتفاجأ مثلا من راح نستخدم مثلا ديف ستارت، هذا الشغلات هتشي ما راح تتفاجأ، فأنت راح تكون مجهز للدرس القادم إن شاء الله. بالبايثون تقدر مثلا تنفذ مثلا اكثر من امر، مثلا برنت مثلا علي. انا ما راح اريد مثلا، وهنا أنا برنت مثلا مثلا محمد، هذا هنا اخذ من عند اثنين لاين. انا اريد اكتب هذا الامر وهذا الامر بنفس السطر، سطر واحد اريد اسوي، لاين واحد. اذا اخذت هاتشي مثلا ناخذ الكات وناخذ هنا، شو تقولون هذا صح ام خطا؟ انا اقول لكم خطا. ليش؟ لانه لازم من هذا امر، هذا امر، هذا الامر رقم واحد وهذا الامر رقم اثنين، فهنا ما يصير بايثون. فش تستخدم؟ تستخدم الفارزة المنقوطة هذه، تستخدمها على مود انه مفسر بايثون راح يفهم انه هذا عندك امر واحد وهذا امر واحد راح ينفذ على حدة، بس شنو هو؟ كله نفس السطر. تقدر انت تكتب مثلا الاف الاوامر باستخدام هاي الفارزة المنقوطة. مثلا هنا تكتب import مثلا socket، مثلا تكتب import os، وهكذا باستخدام الفارزة المنقوطة. ناتي الى الكلمات المحجوزة في لغة البايثون، يعني كلمات ما يصير تستخدمها، كلمات ما يصير تستخدمها انت بالسكريبت مالتك. مثلا 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 الكلاس، هذا الكلاس هذا اسم محجوز، محجوز لمن؟ لغة بايثون. يعني انت ما تقدر تستخدمه مثلا تعتبره تسوي مثلا كمتغير وتنطي قيمة مثلا علي، ما يصير متغير اسمه كلاس، لازم تستخدم مثل ما شفتوا من راح اكتب مثلا اضيف عليه او اغير بي راح يتحول الى متغير. هسه انا هنا بهاي الحالة عادي يقدر استخدمه، اقدر استخدمه اعتبره سترينج. اذا تلاحظ من ناشر عليه راح يقرأ هنا، أنا هنا هذا اعتبره سترينج، بس من راح اراجعه احذف منه واخليه مثلا هو نفسي تكلمته صحيحة، راح تلاحظون انه تغير لونه واصبح سمائي. فهذا كلمة محجوزة بالبايثون. راح اكتب لكم الكلمات المحجوزة بلغة البايثون وما تقدر تستخدمها
من تريد تسوي أي سكريبت. عندنا الأند أو عندنا الأسيرت وعدنا البريك وعدنا الكلاس كونتينيو الديف الاف else ال الف الف كذلك الباس الباس العفو وال except الاكسبشن except العفو الاكسبت والجلوبال كلمات كثيرة بس انا مجبور اكتب لكم اياهن لان على مود تحفظهن او تاخذن سكرين شوت على مود تراجعها. والفورم العفو الفروم والفورمات والان الانبوت and init return كذلك ال print none ما بقى إلا القليل وال رايس والويث الوايل الويث والتراي بعد الاز والترو والفولس العفو ال نون ما ننساها نون والفالس والترو هي أغلب الكلمات الفاينالي فاينالي كم كلمة هذني الكلمة هن بعد بس ذني الكلمات ممنوع تستخدمهن مثلا ان مثلا تخليهن variable ومثلا تعطيهن قيمة يعني ما يصير تستخدمهن ذني كلمات محجوزة بالبايثون. اعتقد لهنا راح اوقف الفيديو ونكمل بالفيديو الجاي بكتابة اول سكريبت. خلينا نشوف الوقت ايش قد صار عندنا 24 دقيقة. راح انهي الدرس ان شاء الله تكونوا استفدتوا. راجع لا تتقيد اي شيء تقدر توصل له اوصل له وتقراه مثلا نزل كتب تابع مواقع مثلا مواقع كثيرة موجودة اي شي تحتاجه اما تراسلني مثلا على التليجرام انا مخلي مواقع التواصل الاجتماعي مالتي او هذا المرجع مالتنا انه هو جوجل. احنا ما حد انولد من بطن امه وطلع يعرف كل شي. تعلم ما بي شي مو عيب انك تسأل مو عيب انك تبحث عن معلومة لان هذا علم والعلم ما يحتاج انا اسولف لكم عليه. مثلا
يفضل أن تبحث بالإنجليزي، مثلا learn 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 Python. ما راح تخسر شيء إذا أنت بحثت مثلا learn Python، راح تطلع لك مواقع هواي، مثلا هاي عندك learnpython.org free python tutorial، تشوف اما فيديو شو تابعه تنزل، اما تنزل يعني للتقوية نزل python pdf pdf، نزل كتب او اقرأ، تعلم اي شيء تلقي قدامك اقرأ، اي معلومة تفيدك بالانترنت، الانترنت ما يخلى من اي شيء، ما يخليك تحتاج اي شيء. اتمنى هاي النصيحة ان تاخذون بها وتعلموها. كانوا وياكم علي قاسم من قناة انتقامي Ethical Hacking Tutorial. هذا الدرس الاول اللي نزل قبل يوم او يومين يعني تقريبا، بالنبذة التعريفية. هاي الفيديوهات السابقة اذا تحبون تشوفوها، وهاي الدورة دورة السيج رجعت فعالتها، وان شاء الله راح يعني بالاسبوع راح اقسمه مثلا قسم مثلا يومين او ثلاثة انه نزل من دورة البايثون، والقسم الاخر من الاسبوع انزل لدورة السيرتيفايد اثيكال هاكينج توتوريال. ان شاء الله تكونوا استفدتوا، وشكرا على المتابعة، في امان الله.